طيب ما أفضل شيء يتزود به المسلم في هذه الدار؟ العمل الصالح. المسلم خلق ليعمل للآخرة ويستعين بالدنيا على العمل الصالح، فهو يعمل للآخرة، فالدنيا دار عمل ولا 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 حساب، والآخرة حساب ولا عمل، فيستعد للآخرة ولا ينخدع بالدنيا وينشغل بها عن الآخرة، يأخذ منها مما أحل الله ويستعين به على طاعة الله، ولكن لا تكون الدنيا هي أهمه وشغله الشاغل، بل يتذكر الآخرة ويشتغل بالعمل لها ويستعد. تزودوا فإن خير الزاد التقوى، زاد الآخرة هو التقوى، أما زاد السفر في الدنيا فهو الطعام والشراب. فالمسلم يتزود من التقوى، خير الزاد التقوى للآخرة، العمل الصالح، طاعة الله ورسوله، حفظ الوقت، هذا هو الذي يجب على المسلم. والمسلم لا العبد، كل العبد لا يخرج من هذه الدنيا سواء مسلما أو كافرا، لا يخرج من هذه الدنيا إلا بعمله، ما يخرج منها بمال، إنما يخرج بعمله، لا يخرج منها بجاه، إنما يخرج بعمله خيرا كان أو شرا. نعم.